مين معاكم. أي. أما أنتم هاك حسيتوا به توا. صحيح. عرفتوه اللي هو في مصلحتكم. إن شاء الله. فهمتوا أنتم هاك قدرتوا المجهود نتاعكم يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة. وما انكرتوش العشرة. العشرة. لا الحمد لله. يعطيكم الصحة. وإن شاء الله حاضرة معنا. إن شاء الله إن شاء الله. 24 جويلية 2019. إن شاء الله بقدرة الإله. يسترك يا أعز مدام نجاة. يعيشك وربي يعزكم. إي. ونحبكم تسلموا لي على الاولاد الكل. اي وان شاء الله ديما تلموا هكا الشمل ومحليكم حسن. الحمد لله. محليكم محليكم. يعطيك الصحه. يا الامور امس يا سيدي صباح الخير مع شمس الصباحي كي خرجت في حي بالعيد عندنا مفاجاه لكم فهمني ساره ساره جدا هما استاذ واستاذه كوب القره جينيراسيون كبيره وطويله او باش تفضل معكم على الصباح. صباح الخير يا مدام. صباح الخير. صباح الخير. مدام العريف. اي موجوده. بيان سور عندي سما فيان تري غران بليزير اني جيتني للدعوه هذه بالحق لله. معناها ان بليزير انور فرحه كبيره تحسسني على الاقل اللي انا يربطني بتلامذتي موجود هو عندهم زاد على الاقل مش 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 انا برك اللي حبيتهم وقد ربما تلامذه تاكد هذا وربما تلقى شكونين فيها مع الاقل نحكي على روحي تعاملت مع التلامذه بكل حب وبكل اريحيه وهذا الشيء اللي خلينا نحن عاودنا جيناك راهو هذا هيك علاش اسعدني ياسر 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 انك وفرت لي فرصه باش نتلاقى ان شاء الله والحمد لله يعطيك الصحه وسي تري جونتي يعطيك الصحه ان شاء الله نهارك مبروك يا مدام هذه يا مدام العريف بقدره الله المسيو نتاعها باش يحضر ان شاء الله نهاركم مبروك في حومتنا مع استاذ اي في حومتنا الباهيه في مع استاذنا الباهي والقدير والقدير المحليه باش تشيخوا تو معنا اهو سي عبد القادر يا حسره تقولي لهم كلمه مثلا لوليداتك اللي قريتهم الكل شنو مثلا تقولي لهم كلمه هكا ان شاء الله نقابلوا في ساعه سعيده ونفرحوا ونقابلوا راك كيما والدنا وحبينا الحصص نتاعك وضحكنا في الحصص نتاعك وفرحتنا كنت تصعب معانا وعلمتنا حاجات ومازلنا نذكروهم لتو يا حسره هذوما هم كلهم الوليدات تو يتبعوا فينا سي عبد القادر بربوش 24 جويلية ان شاء الله تبدا حاضر معانا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي وتخلينا هذه القدره حية هيا السلام عليكم سير فاضل سير فاضل هيا صباح الخير هذا يا اعز الصباح وهذه مدام بوذات هاي شو محلاها البوسه هذه راهي من عند الناس الكل ولا حبوك وشيخوا عليك كيما ولادي بارك الله صحيت هيا نهارك مبروك ندخلوا هاي خلي قلع الباب قلع هاي قلع الباب هاي نبداو باختنا امال الباهيه مدام ساحل كل مدام. نجاح والتوفيق ان شاء الله نتمنى لك كلمه حلوه باهيه اختنا الباهيه هذه عاد هيا ان شاء الله خير والله كيما موفقين موفقين الحمد لله سامية قايمة أولى إن شاء الله 89 89 ومريناكش ربي يفضلكم وأنا فرحانة برشا باللي استعملتوه إن شاء الله ديما منورين يسرك دنيا وآخرة أيوا خيتي إن شاء الله من حسن إلى آخر إن شاء الله ربي معاكم وإن شاء الله ربي يستركم إن شاء الله إيش يا هنايا بنت حومتنا يا باهية من هنا نجوى الدالي الباهي بالضبط إي إي ربي وفقك تبحث في 90 اليوم المهمة الخاصة هيا باش نبرا تو عايشكم وربي يفضلكم الكل يا ربي يا ربي ديما ملمومين في الخير ان شاء الله يا ربي عندنا اختنا الباهية الحلوة تحفونا والمشاكسة اللي عاملة في عبايلها هاي الزغرون ماشي نقول لكم ربي معاكم وانا تلميذ ليسي مورنيك وبالحق فرحت 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 بالفازة هذه على الاخر ونحب نقول لكم شو ثلاثة من الناس ما ننساهمش ليسي مورنيك امال حسنة بوثايمة ما شاء الله على من راس كيف هذه مش باش نقول هاي بديت ديريكت السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم معنا استاذة تحفونا 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 برشا باش نكملوا بها العشوية ديريكت ومن تعداو اهيا مرحبا بكم الكل فرح فيه على الاخر فرح فيه فرح فيه فرح بالمناسبه ان شاء الله يا ربي نلحق ونشوفكم الكل ونفرحوا ببعضنا على الاخر ولما احسن ما عملوا لذاتنا فريمون سي لا ريكونيسونس اون ال ميم هذه هي لا ريكونيسونس الحمد لله يعطيكم الصحه على المبادره فوالا تبارك الله هذه هي مدام هاله الزرع ربي معكم ان شاء الله نهاركم مبروك وتابعونا الايامات هذه في مكالمات اخرين ان شاء الله تشاو تشاو هذا جوي واليوم رسالة فهمني 24 جويلية 2019 إن شاء الله في لمة يا حسرة من أصدقاء معهد مورنيك معانا ضيف شرف كبير وتحفون وباهي باش يعطيكم كلمة وباش نعطيوه الاستدعاء نتاعو في الديريكت هاي فهمتي باش نستحضروها مع بعضنا كان إن شاء الله فاهم الموعد فهمتي هذا اللي حدو سكريم اللي حدو سكريم 24 جويلية وإلى اللقاء فهمتي يعطيك الف صحة
هيا ومن بعد هاك باش تقول انت صباح الخير والناس الكل هيا 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 ولادي وربي يفضلهم لي صحيتي ويعطيكم الصحه ولا ولدي راجل وعنده وليدي شفتي كيفاش يرحم والديك يا ودي نهبطوا ملا ليه حسب القاسم بالله هاي سيدي صباح الخير مدام بوسنا هيا احلى استاذ علوم تجريبيه لكن الشيخ بالقاسم الشيخ بالقاسم ها هو اي كلمه لوليداتك اللي يتذكروك ان شاء الله فدي يذكروا مي حاجه البيه ما ذكرنا كان هذاك وتبارك الله عليك ها وسنا يخرج الرتاد الحمد لله خلطنا عليك يا سي بلقي اي سيدي قلنا السلام عليكم ومرحبا بكم من بكري قلت لكم مع سي المنجي شريف باش يكون اخر استاذ باش نكملوا معاه لكن ربي حب باش نقابلو اخر 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 استاذ ماهوش استاذ معنا جست اليوم معناها اخر استاذ باش نقابلوه في دار ويرحم والديه وفرح فينا كيما الاساتذه الكل سي مقداد الدريدي اهوا